انا اسمي يارا ياسر، بلعب في نادي المعادي واليخت وبلعب في منتخب مصر. بدات في اكاديميه في اكتوبر وانا عندي 10 سنين كده. بعد كده كابتن مصطفى منير شافني يعني وانا كان عندي 13 سنه وخدني المعادي معاه، وانا من ساعتها وانا في المعادي يعني ما رحتش اي نادي تاني. وبعد كده بعدها بشويه بقى رحت منتخب مصر وكده اندر 17، وبعد كده لعبت تصفيات كاس العالم وصعدت مع المنتخب الاول وصعدنا امم افريقيا. بس وبعد كده بقى رحت منتخب اندر 20 يعني مع كابتن حسين عبد اللطيف. بصراحه هو يعني احنا بصراحه اتظلمنا اللي انا شايفاه، يعني لان احنا ما خدناش وقتنا زي بقيه المنتخبات. فتره الاعداد فتره الاعداد كانت 3 شهور بالظبط، فطبعا ما لحقناش يعني مش فتره تؤهلنا ان احنا نروح كاس العالم يعني. بس احنا يعني ما عملناش نتائج سيئه، يعني احنا نتائجنا كانت كويسه بالنسبه لفتره الاعداد بتاعتنا يعني. بس واحب اشكر طبعا دكتور سحر عبد الحق، عامله معانا مجهود كويس بصراحه. بس هو الفكره ان احنا يعني مظلومين اعلاميا، يعني مش زي طبعا الكوره يعني الرجاله طبعا. فيعني احنا لو خدنا حقنا وتابعتونا لا هيلاقوا ان احنا يعني كويسين ومفيش فرق ما بيننا وما بينهم يعني. بس محتاجين ايه خلال الفترة الجاية؟ محتاجين طبعا هما يعني برضو اللي هو طبيعي الإعلام يعني لو ركز معانا، الناس هتبتدي تعرفنا، هيبتدوا يركزوا معانا شوية، فالكرة في مصر هتبتدي تتشهر شوية النسائية زي ما هي بره، يعني بره الكرة النسائية ما تفرقش عن الكرة الرجالة يعني. هل محتاجين جهاز فني أجنبي مثلا مدرب؟ لا عامة مدربين في مصر يعني كويسين جدا يعني، بس هما لو خدوا فرصتهم معانا يعني فترة أعداد محترمة زي أي منتخب طبيعي إن احنا هنعمل حاجة كويسة يعني إن شاء الله. شكرا.